اوكي بس انتظر البقية ان شاء الله يجون. استاذ فيديو حقيقي اليوتيوب سويته انس. We are live on YouTube. اوكي بس اللينك مال اليوتيوب حتى احطه بالجروب او تقدر انت من يمك تدب على ماشي سيد زايو. مفتوح المايك يمك لو تسديه الله يخليك. اخليك الكو هوست او تسوي كل هوست ما يفرق يا ماشي كيفك. Yeah. Actually, I'm going to put you the host. I'll tell that read. Didn't he mean you're Mac Tigger? Didn't he be walking? Okay. All right. You are the host now. Well, YouTube is live. I'm going to post it on Facebook. This participant, this all participant. عندنا ويانا لمياء لبنى المعموري ومنذر داود. اوكي. ما غير هذا اسمه موجود. سكرين فنخليها لي فوق. اوكي. ايه. بس لحظة خليها هنا نزل على الفيسبوك as well. بلش ننتظر بعد نشوف اذا يجي احد. ما اعرف شنو الوقت عندك؟ والله كان المفروض هي محاضرة قصيرة الحقيقة نص ساعة يعني مو محاضرة طويلة لأنه سوفت سكيلز. اوكي. كيفك انت شوفنا تريد تبدي؟ بس خليني اشوف لك هنا أنا. ساعة اليوتيوب عندنا اثنين تقريبا موجودين هنا. اوكي. على الزوم عندنا ثلاثة. يا ما العدد ما يفرق انت اذا تريد تبدي بلش اذا بدي. اوكي نبلش لان ما نريد نضيع وقت الاخرين. اولا نعتذر عن التاخير اللي صار الحقيقه صار ظرف طارئ. شكرا للدكتوره لمياء اللي نبهتنا على الموضوع. اليوم الحقيقه الهدف من هاي المحاضره التايم مانجمنت لانه احنا
عندنا وقت كبير ما بين محاضرة الأستاذ منظور الداوود إن شاء الله الأسبوع القادم، هذه راح تكون دورة يعني هيفي ويت خلينا نقول، فحبينا مجرد إنه نملأ الفراغات حتى لا يكون عندنا فارغ كبير بالتوقيت. المحاضرة أيضا طلبتها الست لبنان المعموري شخصيا، أرادتها لأنه أرادت تعرف شنو التايم مانجمنت وشلون ينشغل، فقلنا ننمي المهارات السوفت سكيلز عند الشباب حتى ينتبهون لهذه المهارات البسيطة خلينا نقول. أنا ما أعرف إذا الصوت واضح بالنسبة لكم، لو أقرب الميكروفون أكثر. الصوت واضح من يمي. جميل جدا. ننتقل للسلايد الأول. هذه الأجندة اللي راح نتحدث حولها اليوم، اللي هي شنو التايم مانجمنت، التايم مانجمنت on various levels، اللي هي التايم مانجمنت على مستويات مختلفة في حياة الإنسان. شنو هي التولز اللي تساعدنا بالتايم مانجمنت، شلون نستخدم التولز هذه وكيف نسخرها لمساعدتنا في إدارة الوقت، وشلون التايم مانجمنت تغير البرودكتيفيتي عند الإنسان، وشلون تطور البرودكتيفيتي مالته. الأوتكمز اللي هي نقطة جدا مهمة في أي محاضرة يجب أن تكون واضحة حتى يعرف المشترك في المحاضرة شنو توقعاته في نهاية المحاضرة، ويا ريت إذا يعني لم تكن المحاضرة توالم الأوتكمز اللي هي مكتوبة هنا، أحد ينبهني أو يقول لي ربما يعني سبحان الله يسأل الإنسان عن نقطة معينة أو موضوع معين حتى نرجع له ونحاول نوضحه. الأوتكمز هي راح نتعلم أول شيء تعريف التايم مانجمنت، ما المقصود بالتايم مانجمنت. طبعاً ما راح نطب بالتفاصيل لأنه أكو أكيد تعريف كثيرة وأكو نظريات كثيرة، إحنا راح نأخذها بصورة عمومية. أيضاً راح نتعلم شلون نسوي تايم مانجمنت اللي هي إدارة الوقت في نواحي مختلفة في حياتنا. بعدين البست براكتس اللي نسميه يعني تجارب خلينا نقول، او احسن ما يطبق في تدروني ترى شويه العربي يعني احسن طريقه للتطبيق للتايم مانجمنت، وايضا شلون نخلي نكون بروداكتيف عن طريق اداره الوقت واستثمار وقتنا بالصوره الصحيحه. ندخل للنقطة الأولى، شنو هي التايم مانجمنت؟ الحقيقة التايم مانجمنت هي كيفية قدرتي على أن أكون أنظم الوقت وأنطي أولويات للأمور اللي لازم أسويها، وهذا يساعدني على أنه أسهل أقلل من الوقت المهدور، وأقلل من أني راح أسد الشات حتى لا تأثر على سير الحديث، وأعتقد الأستاذ أنس يتابع الشات بعدين يزودنا بالمعلومات، وأيضا يخلينا يعني إحدى المشاكل عند البشر أنا شخصيا أعاني منها، نعتقد أنه إحنا ملتي تاسك وبالنتيجة ولا تاسك من التاسكات اللي نقدم عليها نخلصها بالوقت المحدد، بينما إذا نخلي تايم بوكس إن وقت محدد لإنجاز العملية. أكو عندنا بالويتينج روم أستاذ أنس لو تشوفه. لا لا ماكو أحد، كلها دخول. ما أعرف أنا انطاني الويتينج روم آسف جدا. هاي عملية إدارة الوقت راح تخلينا نوفر الوقت وما نخسر الوقت في أمور تكون بعيدة كل البعد، وبالتالي ما يخلينا ننجز اللي نريد ننجزه. احنا كنا كبشر عندنا 24 ساعة، لكن إذا قدرنا نستغل هذه 24 ساعة بصورة صحيحة، اكو بعض الناس متعودة تنام 10 ساعات او 12 ساعة باليوم، بينما العلم والطب يقول
عدد ساعات النوم اذا تراوحت ما بين 6 الى 8 ساعات حسب العمر، حسب الحاله، الانسان الصحيه، تكون جدا كافيه. اذا راح يخلي لنا وقت كافي انه 24 ساعه اذا قدرنا نقسمه بالصوره الصحيحه الى انه نشتغل ونصير برودكتيف. عمليه التقسيم راح نجي لها هذه طبعا النقاط كلها واحده واحده اثناء المحاضره، اللي هي شلون اسوي اقسم وقتي الى important و urgent يعني المهم والاهم والمهم، وشلون بعدين اسوي اقسم الوقت لكي اصل الى النتائج الصحيحه بالكواليتي المطلوبه. وهنا الكواليتي يعني نقطه احب اخلي جواها خطين، لانه اكو بعض الناس خلص الشغل لكن الكواليتي ضعيف جدا. ننتقل للسلايد الثاني. التايم مانجمنت الحقيقه يعني اداره الوقت، تقدروني على استخدام المصطلحات الانجليزيه الحقيقه، يعني هذه ايضا واحده من المآخذ المفروض نتكلم باللغه العربيه. اداره الوقت طبعا احنا كنا كبشر عندنا ايدينات اثنين، ما اعرف اكو يانا احد عنده اربع ايدينات حيقول لنا. احنا كنا كبشر عندنا وايضا عندنا اكو امور بالحياه مهمه بالنسبه لنا، اللي هي العمل، التليفون، الوقت للثقافه، الوقت للتفكير في المستقبل والتفكير في الماضي والحاضر، البريكس. هسه ناخذها بالتفصيل واحده واحده. على سبيل المثال اكون اني قاعد بالعمل وعندي فد موضوع كلش مركز عليه، يجيني احد الزملاء ويطلب مني، انا عندي شغله كلش سريعه، ما يصير اقول له اوكي اترك شغلي وانتبه له، الا في حاله واحده انه الشغله الموجوده تكون هذه مستعجله جدا متوقف عليها قرار مثلا اداري مهم، او عدا ذلك يجب ان اختار الطريقه بالاعتذار وبانه اوكي. ولا نستخدم الاسلوب، احنا مجتمعاتنا الشرقيه الحقيقه تستخدم هذه الطريقه بالحديث هوايه، انه اوكي هسه بس اخلص الفيديو واجيك دقيقتين. دقيقتين انت ما راح تخلص الدقيقتين، وانت تعرف كل زين انه الدقيقتين مو كافيه الا انه تنهي هاي العمليه. كون واضح، كون صريح، كون دقيق، تريح المقابل وترتاح انت ايضا من تقول له انطيني نص ساعه اخلص الفيديو وانا راجع لك. ليش؟ لانه راح تكون انت انطيت انه اذا خلصت خلال 20 دقيقه ورحت له راح يقدر هذا الشيء، وراح يشوف انه انت اوكي انا سامي خصص لي الوقت وخلص قبل الوقت واجاني ساعدني. بالنسبه للمكالمات الهاتفيه يجب ان ابرمج يومي على سبيل المثال من الصبح. طبعا احنا ارجع واقول هذا يعني يختلف من مجتمع الى مجتمع ومن بيئه الى بيئه ومن انسان الى انسان، لكن العقل البشري انا دائما اقول العقل البشري هو حقيقه معاني يعني خلال القراءات والاطلاع مثل العضلات الجسم، العضلات اذا الانسان ما يلعب رياضه تترهل وبعد ما يقدر يمشي يمكن تصعدك الدرجه تخليه يوصل ينهد. بينما اذا مارس الرياضه بصوره يوميه ولو لفتره قصيره يعني ولو لنص ساعه ربع ساعه يوميا، هذا راح يؤدي الى انه عضلاته تبدي يصير عندها لياقه وعضلاته تتقبل الحركه. العقل البشري بنفس الترتيب، العقل البشري عباره عن جهاز، الفرق الوحيد بينه وبين العضلات انه هو عنده قدره وقابليه على التحكم بينا، فيقنعنا الى انه اوكي هذا الموضوع يلا اسوي باكر يلا اسوي. يجب ان امرنه وادربه وابقى اقرا وابقى اتابع، وبذلك تصير عنده استمراريه مثل عضلات الرياضه. بالنسبه للفون كولز، الفون كولز طبعا احنا متعودين دائما، يعني انا واحد من الناس هسه قاعد يمكن واني خاطئ هذا الخطا، تليفوني مفتوح. هذا شيء غلط، المفروض انا من عندي محاضره او عندي عمل اسكر التليفون، لكن في حال انه انا قعدت الصبح واعرف اريد اخابر انس واريد اخابر منير واريد اخابر استاذ منذر، هذول الثلاثة أنا لازم أخابرهم. إذن شو وقت عندي وقت؟ أرجع للأجندة مالتي، أشيك وضعي، أشوف إنه أنا عندي وقت الأنس الساعة 12، لكن الوقت 12 الأنس ما مناسب، لأنه أستاذ أنس راح يكون
بأمريكا راح يكون هو الساعة 6 أو 5 الفجر عندي. إذا يجب أن أختار وقت آخر أخليه هو ثالث واحد. أبدي بجماعة الشرق الأوسط. بهاي الطريقة راح أبدي أعود نفسي على نظام أتبعه بصورة دائمة، إنه أنا دائما من عندي مكالمة أقوم ببرمجتها وتسجيلها. من يجي وقت المكالمة يجب أن أعطيها الوقت الكافي، إنه أنا عندي مكالمة مخصص لها 15 دقيقة. رأساً أتصل بالشخص، يعني قبلها عفواً نسيت نقطة مهمة، أبعث رسالة للشخص إنه أنا سأتصل بك الساعة كذا، هل الوقت مناسب؟ ربما الشخص الثاني عنده عمل آخر أو عنده ارتباط أو عنده متفرغ لعائلته، على الأقل يقدر يبرمج نفسه أيضاً ويدخل. هذا جزء من الاحترام المتبادل للوقت ما بين الطرف الطالب للخدمة والطرف الآخر. ولو أنا أيضاً أرجع وأقول أنا ما طبقتها لأنه طبيت على الأستاذ أنس بصورة مستعجلة، الحقيقة طلبت منا اليوم يرتب لنا الليل. الاعتراف بالذنب فضيلة. النقطة الثانية بالنسبة لوقت التعليم، اليوم أصبح التعليم يعني جزء يعني مهم جداً في حياة الإنسان. ليش؟ لأنه الحياة يعني لو نلاحظ الحياة تطور العلم ما بين الثورة الصناعية والثورة الإلكترونية أخذت مئات من السنين، لكن التطور اللي حدث ما بين الألفية الميلينيوم إلى اليوم يمكن اختزل مئات السنين من التفكير البشري. هذا أدى إلى طلب من عندنا إلى أنه أنا كموظف أو كصاحب شركة أو كأنتربرينور أيضاً لازم يكون عندي سرعة في التجاوب، وإلا وراء 6 أشهر يجي شخص ثاني سبقني بمراحل طويلة وأكون أنا معلوماتي كلها معلومات متخلفة. لذلك يجب أن يكون هناك وقت للإدوكيشن. هذا الوقت للإدوكيشن يجب أن أستغله بالصورة الصحيحة أيضا. أخصص ساعات معينة، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أخصص يوم الأحد أخذ 2 ترينينجز. بغض النظر شنو الترينينج، لأنه أي ترينينج راح أخذه راح يساعد على إنه يقويني في جانب. طبعاً مو بغض النظر الحقيقة، بمعنى إنه يعني آسف تجيني رسائل وما خلي أسد الواتساب حتى لا توصلنا الرسائل. مو بمعنى إنه أنا أروح لأي ترينينج وأشيت وأطب، لا، أنا راح أختار أحدد أنا شنو تخصصي. بالتالي أريد أقوي نفسي في هذا التخصص، إلا في حالة أنه مثلاً أحياناً تخصصي مو اللغة الإنجليزية على سبيل المثال. أنا الآن أعمل في مجال الـIT، لكن أحب أقوي نفسي في مجال اللغة الإنجليزية، فأروح أتفرج برامج باللغة الإنجليزية، أتفرج أفلام، أنطي هذا الوقت. بمعنى آخر أرسم حدود الوقت للموضوع اللي أنا مخصصه، اللي هو أما العمل أو الإدوكيشن. الثينكينج طبعاً الحياة العصرية خلتنا أيضاً نفكر هواية، لأن المشاكل والتعقيدات اللي موجودة خاصة إحنا كعراقيين بصورة خاصة، يعني الآن العالم كله اندمج ويانا قام يفكر بالمستقبل. هذا الوقت بالتفكير يجب أن أدرب نفسي إلى أنه أخصص له وقت معين، أنه أخطط المستقبلي، أخطط شنو أريد أسوي. أروح أحضر دورة سامي شاكر، ليش أحضرها وشنو فائدتها إلي؟ هل تستحق أن تأخذ من وقتي؟ دائماً أسأل هذا السؤال في عملية التخطيط للوقت. نجي الموضوع البريكس اللي هو يعني حتى في المجتمعات الغربية ما يعيروا لديك الأهمية. بعض الزملاء اللي وياي بالعمل من خلال خبرتي وقت البريكس مثلاً، أنا الوحيد اللي quality management testing، فنقعد على وقت الغداء يجون يحكون بالعمل وياي كلهم ديفلوبرز، والديفلوبرز مع احترامي للديفلوبرز اذا الديفلوبرز نيرز، يحبون نيرز بمعنى نيرز مال شغل، يعني يحبون مخهم مرتبط بالعمل. فشي يسوي؟ يجي وقت البريك يقعد على الغداء ويقعدون يتناقشون بالبزنس. شو صار؟ هذه الطريقه عزلني انا من الحديث، قاموا هم بيناتهم يحكون، انا قاعد مثل الاطرش بالزفه قلت لهم. قمت سويت رول، أنا قلت لهم يا شباب من الآن فصاعدا أنتم محتاجين لبريك وأنا محتاج لبريك أيضا. أنا طالع من غرفتي ومن مكتبي طول قاعد 4 ساعات، لأنه إحنا البريك مالتنا عادة البريك الغد.
اريد اقعد على الغداء ما نتحدث بمواضيع تخص العمل، نتحدث بالرياضه، بالعائله، بالاحداث، بالسياسه، اي موضوع تحبون تفتحوا ما عندنا مانع، لكن اللي يحكي بالعمل سويت لهم صندوق يحط 50 سنت كل واحد يحكي بالعمل، اخر الشهر نجمع هذا المبلغ ونروح نشتري بيه كيك او كعك ونوزع الباقيين. بهذه الطريقه خلقنا اويرنس، خلقنا جو جديد، صارت البريك انه اوكي وي ار ريلاكس، نقعد نضحك ونشياكه ونحكي عن الرياضه واللي يحكي على الطابه واللي يحكي على عائلته واللي يحكي عن المدرسه والدوام. ورا نص ساعه اكلنا وارتاحينا، طلعنا اشتمينا شويه هواء 15 دقائق، ورا نص ساعه صعدنا لمكاتبنا، احنا فريش، احنا سعداء الى انه نرجع للمكتب ونشتغل مره ثانيه. انطي البريك مالتك وقتها، واحرص على انه تخلي حدود البريك هذه، انه يجب ان تنفذ هذه. العائلة الحقيقة بسبب كل ما ذكر وما سيذكر أصبح الوقت المخصص للعائلة وقت قصير جدا، وهذا شيء كنا نعاني منه. لا أحد يقول لي أنا منظم وأنا أقعد. إحنا أيام قبل كنا نقعد وماكو كهرباء، ماكو تليفونات، نقعد نلعب طاولة، نقعد نسولف، نقعد نسوي مسابقة شعرية، نقعد نسوي مسابقة بالقراءة، أن نجيب كتاب معين. هاي العادات كلها اختفت يا جماعة الخير. ليش؟ لأنه التليفون والعمل والثينكينج كلها أخذت من عندنا هذا الجو. بطلنا نهتم، يعني غمض فتح شفنا جهنم وصل العشرينات وإحنا بعدنا لا استمتعنا. طلعنا وياهم، طلعنا ورحنا باركات ورحنا مكانات ورحنا كل شيء، لكن ما حسينا باللحظة. كنا نسوي لأداء الواجب أنه إحنا هذا الطفل خلنا نأخذه يلعب، بعدين ننزل التليفون تك 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 تك، هذا غلط. يجب ان نطيب من اقرر هذا الوقت للعائله، هذا ينسد، يندب على صفحه، الكمبيوتر ينسد، التدريس ينسد، يكون الوقت متكامل. ليش؟ لانه احنا كبشر اكو كوميونيكيشن معين بيناتنا، هذا الكوميونيكيشن يولد نوع من التفاعل الكيميائي بداخلنا. يمكن الطفل اكثر يحس من الكبير، الكبير يمكن بسبب العمر، بسبب شويه تفاعلات كيميائيه تكون عنده ابطا، لكن هذا التفاعل الكيميائي اللي يتولد لحظه الام او الاب يقعد ويا الطفل، او الاهل ينجمعون سويا ويقعدون ويسولفون، هذا ما ممكن انه نعوض هذه اللحظه اللي تفوت. يعني احنا عندنا يقولون الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. فرتب الوقت، وقت العائله يكون ايضا تايم بوكس، انه انا مخصص ساعه ساعتين. قد يعترض البعض يقول انه انت جاي تحكي وكانما احنا روبوتس نقسم وقتنا. ارجع واقول الدماغ البشري عباره عن جهاز او خلينا نقول فد نظام معين، اذا تعود بطريقه معينه اقويه بتوجه معين، اقويه بشكل معين، ممكن انه اخليها تتحول الى هابت. وهذا اللي يفرق ما بين الانسان الناجح والفاشل. يعني غالبيه الناجحين بحياتهم تلقوهم مقسمين حياتهم بالدقائق. يعني من يطلع ويا عائلته وهو ماخذ العطله الصيفيه انتهى الموضوع، يسدد كل لا يعرف يخسر ملايين خلاص، لانه هذا التنظيم هو يؤدي الى النجاح. نجي على السوشيال لايف، حكينا بيها. انا لانه الكمبيوتر قدامي على مود الكاميرا، ف الهوبيز الحقيقه احنا عندنا يعني بالعراق بالذات الان شويه خفت، يمكن ما اعرف، انا بعيد عن العراق سنوات طويله. الهوبيز كان عندنا سابقا، يعني انا اتذكر ابو صديقي كان عنده الهوايه مالته زراعه التوليبس الهولندي في بغداد، فكان شيء يسوي يزرع هاي البصيلات قبل موسم الصيف اللي هو الوقت هذا المناسب عنده اللي هو شهر الثاني الثالث ببغداد. الجو جميل وحلو، ولو الاجواء ايضا تغيرت يعني الجو العام، يزرعها في هذه الفتره، وبشهر الرابع تقريبا نهايه الرابع يشيل البصيلات ويروح يحطها بالفريزر حتى سنه اللي بعدها. 15 سنه هذه البصيلات يزرعها، مجرد يخليها تطلع ورده، بعدين يقطعها للوردة ويشيل البصيلة ويجمدها. هذا الهوبيز جدا مهم. ليش؟ لأنه تحسسنا أولا ترفع عن الستريس، ترفع عن دخلنا في عالم وأجواء إحنا نحبها، فتولد عندنا طاقة إيجابية وتخلينا
من نرجع للعمل او نرجع للاوقات اللي رسمناها الاخرى اللي هي الفاميلي والادكيشن، راح نطبق احنا بوزيتيف، راح نطبق احنا ماخذين طاقات ايجابيه نقدر نستمر ونقدر نكمل. بعض طبعا الهوبيز بالمناسبه في يعني في عندنا في الغرب يهتمون بها بشكل مو طبيعي ويصرفون عليها مبالغ هائله. يعني انا كان عندي صديق يعزف فلوت، زميل حقيقه مو صديق حتى اكون دقيق بالتعبير، الفلوت ما تفاجئني من قال لي بشتري ب 15000 يورو. يعني كشرقي كعراقي راسا قلت طب على راسي، قلت له انت مخبل عاقل، يعني فلوت ب 15000. لكن بعدين من عرفته زين وقعدت له شفت انه هذا بالنسبه الى هذا الوقت اللي مخصصه احترامك اصلا. يعني قلت شوف يعني احنا نشوف الموضوع هذا ضرب من الجنون، بينما هم يشوفوه يعني يهتمون بالهوايات. بعضهم الاخر يعتبر الهوايه هي مساعده الناس اللي هو العمل التطوعي، فيخصص له وقت من حياته يقول مثلا يوم الاحد انا اطلع اروح ابشر بالكنيسه مثلا، اروح للكوميونتي اللوكال كوميونتي واساعد الاطفال بانه نطلع رحله معينه، اكون اني من ضمن الاباء المشرفين على الموضوع، او اروح احضر انظف الشارع مثلا. فيحرصون على انه هذا الدوء يدربون نفسهم انه كل احد يقعد ياخذ دوش ويبدل ودروش ويطلع يسوي اللي هو يريده. ف شو نسمي بالعربي العمل التطوعي، انا مرات تخبط عندي الهولنديه والانجليزيه والعربيه، فلذلك مرات اتلكا بتقديم المحاضره اعذروني ارجو المعذره. يعني لذلك نجد انه يخصص الوقت الكافي لهذا الشيء ويعود نفسه مثل ما قلنا يمرن المخ ودماغه على انه هذا الوقت مخصص، انتهى الموضوع انه هذا الوقت مخصص لممارسه الهوايه اللي انا اريد اسويها. الان احنا حكينا عن تدريب الدماغ على رياضه تنظيم الوقت، تسميها رياضه اللي هي رياضه فكريه هي الحقيقه. شلون انا اقدر اوصل لهذا الشيء؟ كثير من الشباب يجون يقولوا استاذ اوكي احنا نريد نسوي هذا الشيء لكن شلون نقدر نوصل؟ اولا بالتدريب. البعض مثلي انا كلاسيكي يستخدم ورقه وقلم وملاحظات، يعني رغم انه انا اشتغل في مجال الاي تي بس يمكن هذا بسبب شغلي بمجال الاي تي احب استخدم الوايت بورد، احب استخدم الورقه وعندي اجنده وعندي مجموعه من الاوراق احب اكتب على الورق. هذا اسلوب. الاسلوب الثاني اللي هي البوستد اللي هي الاوراق اللاصقه الصغيره، ممكن انه استخدمها واقسم يومي على ضوابط انه من الساعه كذا للساعه كذا اسوي فلان شيء، اذا قلت من الساعه كذا للساعه كذا. البعض الاخر يحب انه يسوي هاي العمليه كلها عن طريق الديجيتال. انا استخدم ميكس الحقيقه. شلون تستخدم وشنو الطول تستخدمها في الكومفورتبل، اهم شيء هي النتيجه لك مو الي يعني. فأنت يجب أن تجد الطريقة والوسيلة. هذه الطريقة والوسيلة تختلف من إنسان إلى آخر. البعض الآخر يحب يستخدم يقول أنا عندي بالتليفون أجندة وأجندة التليفون أريح لي بهواية، لأنه التليفون بإيدي 24 ساعة شغلي كله بالتليفون، فرأساً طب 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 دخلت الموعد والآن موجود الكلاودز ورأساً يسوي أبديت لكل الأجهزة الموجودة عندي. أرجع وأقول شن هي الطريقة اللي تختارها أنت هي لك أنت شخصياً مو أنا أتدخل بيها. هذه أمور أنت لازم تجرب وتحاول وتجرب طريقة وطريقتين وثلاثة وخمسة إلى أن تحس نفسك comfortable. لأنه بالنتيجة يعني العملية كلها أنت الهدف أن تكون مرتاح بيها وأن تكون متعود على أن تسويها وتكون ريلاكس أن تسويها تسوي adjustment لنفسك لأنه تدخل وتسويها للعملية. الآن شلون نربط هذا الحديث كله اللي صار؟ أرجو أنه ما أكون مشيت بسرعة، يعني ما أدري إذا أكو أسئلة أو أكو ملاحظات على الشات.
فهمت؟ لحد الآن ماكو شيء. اوكي، اذا ارجع امشي بسرعه قولوا لي حتى ابطئ يعني، او ارجع لموضوع اخر. النتيجه شلون نربط هذا الحديث كله اللي دار هاي السلايدات الخمسه او ونوصل للسلايد السادس اللي هو الزبده في الموضوع؟ تايم مانجمنت جيف يو ستراكشر. تايم مانجمنت راح يعلمك شلون تبني مخك بطريقه صحيحه مثل مكعبات الميكانو، بحيث يومي ينبني بصوره صحيحه. هذا راح يولد الى انه اشعر انه اني مرتاح، ساتسفايد، انه اني اوكي عندي واجبات 1 2 3 5 اوكي 2 و5 ما لحقت اسويها، لكن قدرت احقق مجموعه من الواجبات اللي وراها راح تنتقل ليوم اخر وهكذا. بالتالي هذا راح يسوي لي الى انه يجد اهم شيء بحياه الانسان هو البالانس. هذا البالانس ما بين كل شيء بالحياه، يعني البالانس ما بين الحاله النفسيه والحاله اللي هي سايكولوجي يعني، والحاله البالانس في تحقيق الاعمال، البالانس التوازن عفوا، التوازن في الوصول للاهداف، التوازن في السعاده العائليه، التوازن في السعاده العمليه. هذا كله يولد نوع من يعني احنا ما نقدر نوصل للبالانس 100% لانه الحياه ابس اند داونز. والدليل على ذلك انه تخطيط القلب دائما، هذا مثلا من الامثله اللي كلش تعجبني، تخطيط القلب عباره عن اب اند داون اب اند داون، وهذه هي الحياه. ماكو واحد حياته خط مستقيم، هذا انسان ميت بعيد الشر عنكم. يعني الحياه هي اب اند داون، فاحنا نحاول بتويل الاب والداون بوينت الى انه نجد البالانس حتى نحاول نمشي بالصوره، ما نخلي الاب كلش عالي بحيث يصير عندنا اوفر، ولا يكون كلش واطي بحيث يكون قلبنا خامل وحاله خطر. بالحياه نفس العمليه، يجب ان نحافظ نجد البالانس بحيث نوسط الامور ونخلي القلب ينبض بصوره طبيعيه. هذا يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى انه نعيش حياه صحيه. الحياه الصحيه راح تخلينا فت الى انه نقعد اليوم الثاني ونقول اوكي انا يعني انجزت البارحه الواجبات اللي كنت مخصصها، اذا انا يعني وصلت الى حاله صحيه، اضطتني الحاله النفسيه مالتي صارت هيلثي، بالتالي راح يكون البرودكتيفيتي مالتي افضل. وهنا الهابينس اللي هي سر الحياه. الهابينس مبني على ستراكشر ساتسفاكشن بالانس هيلث. هيلث يعتمد مو فقط الفيزيكال هيلث وانما السايكولوجيكال هيلث ايضا. هذا هو سر الحياه، هذا هو سر السعاده في حياه الانسان. اذا قدر ينظم وقته وينطي كل شيء حقه يقدر يوصل الى معنى السعاده الحقيقيه. الان اعتقد النص ساعه مالتي خلصت وتجاوزت 38 دقيقه، تجاوزت 8 دقائق، 8 دقائق هاي البدايه كانت. اسمع اسئلتكم، اذا احد عنده اي سؤال او اي استفسار استاذ انس يتابع عني Can we speak, sorry, instead of writing? تفضلي. Yeah. Can you hear me, Sami? نعم نعم I can hear you. Yeah. Thank you very much for this lecture. But I have really, can I speak in English or you prefer Arabic? Yeah. لأنه عندي, yeah, okay. عندي سؤالين بصراحة على الليست اللي سويتها بالنسبة للtime management on various levels. نعم. خليت واحدة من عندهم number four thinking. أعتقد this, I'm not happy with the word thinking because we think all the time. It is impossible to put limit to your thinking. What you mean by this is a planning, you know, rather than thinking. Because يعني, the minute you wake up until you sleep, you are thinking all the time. So how can you manage your thinking? It is something which is beyond control. So the only thing that we cannot control is thinking. But planning, yes. I don't know whether you agree with me on this or not. إذا تسمحي لي أي تسجري، أنا راح أحكي بالعربي لأنه أعتقد غالبية أستاذ الحضور. أوكي. إذا تسمحي لي أي تسجري، ليش؟ لأنه أنا جيت للثينكينج، الثينكينج قد بيكون صوتي صار بعيد يمكن بتعدت على الميكروفون. الثينكينج راح يكون ديستراكتيف. ليش؟
لأنه أنا من قاعد في وقت العمل يجب أن يكون وقتي مخصص للعمل. I should think about something else. I'm not talking about philosophical thinking. I'm talking about personal thinking. بمعنى آخر. Yeah. ده ممكن ما ممكن نسيطر عليه. Do you think it's possible? ما أعتقد واحد ممكن يسيطر على تفكيره بهالطريقة أو يقدر يحدده بهالطريقة. ممكن يخطط بس مو يفكر. نعم. لذلك أنا قلت إنه المسألة هي مسألة تمرين، والتمرين بالرياضة مو كنا نقدر نرفع 120 كيلو مرة واحدة. نعم. بعضنا يتمرن لسنوات من العمر ويادوب يرفع ل 50 كيلو. نعم. بعض الآخر قد يتمرن عند القابلية وهو هوايته ويا. لذلك قلت العقل البشري هو عبارة عن عضلة يجب أن نمرسها. يعني نجيبها إحنا عن طريق التمرين والتدريب. مو معنى أن وصلت البرفكشن. يعني أنا وصلت المرحلة وأعرف يعني هواي ناس قدروا يوصلوا إلى مرحلة إنه من يدخل. يعني أنا أعرف المبرمجين على سبيل المثال. البروغرامرز من يدخل بحالة البرمجة ما يحب أحد يقاطعه. He cannot think anymore. Yeah. You know what I mean? يعني فهنا الفرق ما بين انه انا اقدر اسيطر على الثينكينج مالتي، لكن شلون امرن عقلي. وهذا التمرين ما يجي عبر يوم ويومين وشهر وشهرين. هو يعني خلينا نقول نوع من الرياضه. نعم. اعتقد الترمينولوجي اللي تدور عليه هي state of flow. لا سامح. Yes, not thinking better than thinking. No. Yes. Yeah, you enter a state of flow. You think of only one thing, and that's you start building on it. هو شوف مو state of flow. I would say يعني أنا الهدف من الموضوع الحقيقة إنه give the time box for the action. You connect the time with this action. So planning, it is planning more than thinking. Yeah. Exactly. Yeah, part of it. It is part of it thinking. لكن هي مو فجرس أني أدوس عليه وأوقف التفكير. ما ممكن. ما أدري. I'm talking about myself. I keep thinking all the time. أعتبر العنصر الوحيد اللي ما أقدر أسيطر عليه. لأن طول الوقت أكو أشياء واحد يفكر بيها. وما ممكن أدوس زر وأقول رح أوقف هنا، لأنه أعتبر هذه يعني beyond control. I don't know. يجوز أني غلطانة. أوكي. أنا أجوي. حضرتك مدرس أستاذة بالجامعة. بروفيسور. نعم. نعم. الآن من توقفين بالمحاضرة أمام طلابك. Do you think about something else? لا but yeah I think يعني مرات تدخل مرات تدخل أفكار أنا ما مخططة إلها. أنا دا أشرح تجيني فكرة ودا أفكر في نفس الوقت. I teach and I think at the same time. مو بأشياء أخرى بس يجوز في مجال التدريس بس نقاط أخرى دا أفكر بها. إذا أنت بالتايم بوكس هذه نطيتي think الثوتس مالتج إلى الموضوع اللي جاي تسوي. يا احتمال. احتمال. أوكي. This is what I mean. Yeah, of course. Yeah, I do. والنقطة الثانية القائمة اللي خليتها. هل هي على أساس البرايوريتي؟ لا هذا عشوائي. يعني هل أنا أنطي بديت بالورك وانتهيت بال watching TV؟ هاي كأنه تسلسل حياته واحد بهالشكل. دائما نقول العمل بالدرجة الأولى وبعدين العائلة وبعدين الأشياء الأخرى. فهل هذا كان مخطط إلى لا no random was random random لي مجرد فكرت في بعض الأمور نص حياتنا البشر. نعم كأمثلة للتايم بوكس. هو التايم بوكس كل شيء ممكن إنه نسوي له إمبليمنتيشن. أكيد صورت إنه مسلسلة يعني ببرايوريتي. لا أبداً. لا راندوم. It is done randomly. أوكي. شكراً جزيلاً ممنونة. شكراً. حياك الله دكتور. شكراً. عندنا سؤال من دكتور منذر الداوي يقول أشكرك أستاذ سامي على المحاضرة القيمة. ألا تعتقد أن إدارة الوقت هي مسألة مرتبطة بثقافة المجتمع بالكولتشر؟ صحيح. لذلك أنا كررت هاي الكلمة أكثر من مرة. يعني يمكن إحنا اللي طالعين برا صار احتكاكنا بالمجتمعات الغربية بحكم حياتنا دون أن نشعر صار أكو فد تداخل ما بين الكولتشرز الأوروبي والكولتشرز العربي اللي إحنا جايين منه. تغيرنا هواي أكيد إلها تداخل بالكولتشر. والدليل على ذلك أنا من حكيت قلت يعني مثلا الفون كول
مجتمع يكون يحكي وياك هو مثلا بالعمل ودك تليفونه لصديق دق عليه هو ممكن يأجل هذا لكن يشيل التليفون ويجاوب هذا قلة احترام للشخص المقابل واحنا نعرف كل زين بكالتشرنا لكن الكالتشر بكل تأكيد الى يعني شوف انا اعطيك مثال كنت طالب بانجلترا اجاني ابو الهوم اوفيس يشيك علي الفيزا مالتنا علما انه ما عنده موعد فانا قاعد بالشباك انا وزملائي كنا مجموعه من الطلبه مأجرين بيه ندق الجرس عفوا مباوع طقت سيارته وبقى يتمشى قبال البيت فانا ضحكت دينا اذا تنطر تدري انجلترا حضرتك عايش بانجلترا وتعرف فتحت له الباب باوع لي ضحك هاي جود ايفنينج قلت له جود ايفنينج كم انسايد كان يقول لي لا ماي تايم از 6 كلوك از 5 تو 6 بعد لي 5 مينتس ما يصير ازعجك روح اتفرج تلفزيون طول يا اخي الدنيا اذا تنطر على طب جوه قال لي لا 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 وما قبل يطب الا الساعه 6 بالضبط ليش؟ لان يحترم الوقت ومن طب بس 6 اخذ الوقت اللي هو ماخذه 45 دقيقه اللي ماخذ اذن من عندنا بيها وداز لنا رساله شيك البيز وشيك الهاي وشكرا جزيلا وفي مال لا دارج وطلع هذا كلتشر هذا ما تقدر تغيره يعني احنا عندنا تنطي موعد يلقي لك 5000 مليون تريليون حجه حتى يقول لك ليش تاخر زين وانت تدري تكذب وهو يدري تكذب واثنين نقعد نضحك وقال نظر نازع الاخير اثنين نشيل سوي فالموضوع بكل تاكيد موضوع كلتشر يعني اللي يعرف بغداد ازدحامات يعني أنا رحت لبغداد سنة 2000 العام الماضي وأنا أدري الزحامات كنت تطلع قبل ساعة ونص ساعتين بالظهر وأنا جاي زيارة وعندي موعد ويا عزيز مثلا وأصل بالضبط بالموعد حتى أقعد بس هسا عزيز يكتب لنا يقول لك هذا كذاب ماكو بالحكي يعني أول طبعا لها علاقة بالكالتشر لها علاقة بالتفضل على يوتيوب من استاذ مسار علي من اهم المواضيع اللي نهتم بها كمشرفين لطلاب الماجستير والدكتوراه خلال مرحله البحث هو تدريبهم على اداره الوقت للحصول على افضل نتائج بحثيه هي لايف ستايل فيرسس لود بالانس وقال ايضا probably we can use reflection or meditation rather than thinking okay كلمة thinking سببت حساسية الأكاديميين دكتور علي شيرباز يمكن مو أستاذ أنس إيه كلمة thinking لأنه أوكي رجعنا راح نناقش أرسطو بس maybe I should change it شكرا جزيلا الحقيقة يعني أنا هم دكتور الماء من طارة الموضوع انتبهت لها يعني قد تكون طب by the way إنه thinking بالentrepreneurship yeah there's a time frame for it لأنه they emphasize action taking and doing فدائما يقول لك thinking make a plan in a time box مثل ما تقول والباقي the rest of it is you just execute on it هذا الابروش الحقيقة لأنه تدري يعني احنا يعني الأجايل أيضا قريب كلش على الفكر الانتربرينورشيب ويحاول يعني you have to minimize the time of thinking you agree on something start taking action اوكي عندنا هنا من استاذ هافال يقول focused thinking is valid so focused thinking he agrees like there should be a time for thinking focused exactly thinking. بالضبط هو انا ليش كتبت thinking بمعنى انه I'm planning مثل ما تفضل الدكتوره or I'm thinking about لكن thinking بال مثل ما انطيت المثال ويا دكتوره لمياء انه من جنابها توقف بالمحاضره وتنطي المحاضره She doesn't think about outside this room. يعني خلاص she's focusing herself to think about this specific thing. لكن تطلع برا المحاضرة طبعاً أنت يعني but أرجع وأقول it's training. You have to train yourself to do it. عندنا سؤال من سوتلبنا. Are all the 10 levels eventing in one day? Are all the يعني هاي الأمور العشرتها يعني معنى أنه كل هاي العشرة أشياء تحصل بنفس اليوم بيوم لا واحد لا هذه مجرد أمثلة أنا يعني ممكن أن العمل هو شيء يومي أقسمه إلى أنه اليوم أنا عندي أشوف الباكيج الكبير وأقسمه إلى تاسكات صغار وأبدي أحققها
مطلوب مني خلال اليوم انجز هالجت وخلال الاسبوع انجز هالجت خلال الشهر. لكن هذا الفون كولز ممكن انه تاخذ جزء من وقتي العملي وممكن انه برمجها على الاجنده، لكن الهوبي ممكن انه تكون اخر الاسبوع. لذلك كان قلت مثلا يوم الاحد امارس الهوبي مالتي، فهي مو ما لها علاقه بالتواقيت وقت العائله. لكن من اقرر هنا النقطه يعني الجزئيه المهمه بالموضوع كله، من اقرر انه هو التايم بوكس لهذا التوبيك، من اقرر انه هذا الوقت لعائلتي يجب ان ادب التليفون من ايدي، يجب ان اعوف التلفزيون واتفرغ للعائله الا اذا كان مثلا مشاهده فيلم ويا العائله. ايضا مو شرط انه انا اقعد ويا العائله العب ويا الجهال، اطلع وياهم اشوف اروح للسينما اشوف شنو رغبتهم. يعني it would be nice انه اقعد وياهم انه اوكي يوم الجمعه انا مخصص لكم يا اولاد ايش تبون تسوون؟ نطلع على البايسكلات، نروح نزور اجدادكم، نروح مو قعدهم الصبح الجمعه وهم مطفينا بدلين هم اخذهم من اجدادهم يلا لعبوا وتونسوا يا جهال خلتكم. نو give them the time, ask them, talk to them. استاذ منذر يقول انه اعتقد يمكن تغيير thinking لتصبح studying as a suggestion. Thinking to studying, لا studying fault under education. I would disagree with this point. I'm sorry. Please, can you tell us about the 80-20 style to win time? هذا يراد تتواصل معي. استاذ هافال. ال 80-20 من ناحية to win time. الـ 80-20 الـ 80-20 هي بدأت بـ شركة تويوتا بالسبعينات أو بالستينات أعتقد. الموضوع مو جديد طبعاً، هو الهدف من أنه أني I have to produce something so I cannot reach 100%. أركز على الـ 20% أنه أوصلها إلى 80% productivity and quality. هذا راح يؤدي الى انه اني يصير عندي sustainability ويصير عندي قدره قابليه على التحكم. بس اني ما اعرف ال 80-20 relevant للتايم مانجمنت. اي هو عمار هو يكون relevant اذا you can delegate things. يعني واحده من الاشياء هم يعني taught in entrepreneurship you focus on what you're good at. شنو الاشياء الزين انت بيها تركز عليها، الأشياء الباقية if you can outsource it for example logo design or simple designs أحسن ما تتعلم design كله تقدر تدفع 50-60 دولار يخلص الديزاين عندك و you're saving 7-8 hours of your week something like that. يعني هذا was what comes يعني هذا اللي يجي لبالي to save your time you mean. ما اعرف بس انا ما اشوف له علاقه بالتايم مانجمنت بالتوبيك ميبي اي دونت نو ما اعرف يا هو بالعكس هو يعني اعتقد هو صلب التايم مانجمنت ال 80-20 when you spend time less on produce more. تفضل استاذ هارون رئيس هاند يريد يحكي. شكرا جزيلا الأخ سامي والمحاضرة جدا قيمة كنت أتابعها على اليوتيوب. الله يخليك هذه شهادة أعتز بها من حضرتك. شكرا بصراحة السؤال اللي طرحته على الـ 80-20 لأنه دا أشوف هواي ناس يركزون على اللين ويقولون أنه focus on مثل ما تفضل الأخ أنس focus your time on what you're good at و outsource everything else. لهذا السبب سألت الموضوع هل إلى علاقة بالtime management إذا واحد يسوي بس focus الانرجي مالته على الشغلات اللي هو زين بيها ويترك الشغلات الأخرى للآخرين. I wouldn't agree with this approach. ليش؟ لأنه اليوم أنت أولاً as entrepreneur you have to be multitask. يعني whether you like it or not انت يجب ان تتعلم لانه انت you want to save money too. It's not all only about time, it's about time and money. The most two important aspects I said منذر يمكن يقدر يدخل باي
النقاش حول المؤسسة. فبالتالي احيانا انت اذا تسوي اوت سورسينج، خاصه لما تكون انتربرينور ستارت اب، انت تحاول تجيب تجمع الريسورسز وامكانياتك والعائله ومن ما يقدر يساعدك حتى تسوي لونشينج. امكانياتك ضعيفه فتضطر انت تعلم نفسك، هذا ايضا انفستمنت تايم يقع تحت الادوكيشن حتى تقدر توفر المال. بالتالي انت سهلت الوقت بصوره صحيحه كتايم مانجمنت. ليش؟ لانه انت بالمستقبل حتى ما تصير انتربرايز مانجر، انت اذا ما تعرف الانفراستراكشر مالتك وما تعرف اي موظف يمكن يجي يضحك عليك، مو المدير، واحد يشتغل بالانتاج يسوي لك كويس بالانتاج وتخسر. فدائما نشوفهم اللي ينجحون يمكن تتفق وياي استاذ عضال، انت اكثر مني خبره في مجال الانتربرينورشيب، تشوف انه غالبيه المانجرز اللي يبدون من لو ليفل بالبزنس ويبنون على ايدهم من يصعدون للتوب مانجمنت ينجحون ويقدرون يدورون المؤسسه كامله لان يعرفون كل خفاياها. عندك تكمله تعليق اخر استاذ هذا؟ شكرا شكرا. لا بالعكس، اتفق معك في الكثير من الاقتراح، وانتظر من استاذ منذر بالمستقبل يجوز يتطرق للموضوع. اتوقع الشغلة مع الباريتو او الـ 80-20 قد تكون مفيدة في حالة الـ evaluation للـ priorities. صح، ممكن هذا الشغلة اللي يعني افتهمتها من كلامك ومن الشغلات اللي أذكرها سابقاً عن اللين. أكيد أكيد مفيدة شوف أنا دائماً أؤمن بأنه البارحة يمكن لأول بارحة أنا وأستاذ أنس كنا بحوار حول الإدارة. أنا أعتقد أنه الإدارة هي المدير الناجح هو اللي ما يتوقف عند نموذج معين، وإنما يسموه تشير بيكينج. قبل كانوا بأوروبا وعندكم بالسويد أكثر من عندنا، يمكن البنات يطلعون بسلة ويروحون يختارون التشير على مود يسوون المربى. الإدارة نفس الترتيب، فشي تسوي البنية تطلع تختار أحسن أنواع التشير اللي مليانة واللي لا هي المستوية ولا هي ضربتها حشرة، تختار الزينة الزينة وتحطها بالسلة حتى ترجع تسوي المربى منها. الإدارة بالضبط نفس الشيء، الإدارة هي يجب أن أطلع على كل أنواع المانجمنت بغض النظر الحديثة ولا القديمة. بالنهاية الأورجنايزيشن هي تقرر الكالتشر مال الأورجنايزيشن، الناس اللي تشتغل. فأنه أستخدم الـ 80-20 أو أستخدم اللين أو أستخدم الأجايل أو أستخدم البرينس، هذا كله محتمل أن أخذ جزء من البرنس وأخذ جزء من الأجايل وأستخدم الجزء من السكروم. ما كنت داعي أحط نفسي في هذا الإطار. وراء إحنا تعدينا على أستاذ منذر، عبرنا على محاضرة. أصلاً ما عدنا بعد أي سؤال أو تعليق. والله ممكن تعليق بسيط. يعني الأستاذ منذر قال أنه فعلاً هي time management هي culture specific. خلي أقول عليه أنه بالحضارة الغربية غير عن الحضارة. أنا أضيف عليه أقول هي environment specific. يعني أنا من الناس عايشة بالعراق طول عمر، ويعني ما طلعت من بغداد، ما أذكر قدرت في يوم من الأيام أخطط لي وقتي وأقدر أطبخ على الأطلاق. يعني مو لأنه أنا ما أريد، بس أنه هي الظرف الفاكتورز الموجودة ببلدي ما تخليني أخطط. يعني أنا أطلع من الكلية ساعة 2 أوصل للبيت 4:30. يعني في الوقت اللي أنا مخططة مثلاً في هالشي، يا أما أسأل كوك أو أنه أحضر محاضرة، أو أنا دا أحضر محاضرة ونقطع الكهرباء لنفرض مثلاً نص ساعة أو ساعة حتى لو أكون مولد هم يقطعها. فهي it's not that easy. يعني مو لأنه كوننا فقط إحنا محيط عربي ما نخطط مثل الغرب، لكن ظروفنا الانفايرمنت هي الفاكتورز الموجودة عندنا هي اللي خلتنا من ننقاد إلى هذا الطريق. لو كان كل شيء بيرفكت مثل ما موجود برا، لو كل الاشياء مرتبه، ماكو اروع من التايم مانجمنت. يعني هذا رايي. هذا اللي بالعراق جزيلا. اللي بالامارات ليش يتصرف بهذا الاسلوب؟
إيلان طبعا إمارات لأنه الأشياء المحددة عنده. يعني قصدك هم إنه ما عندهم تايم مانجمنت؟ قصدي إنه ماكو تايم مانجمنت لأنه هذا كلتشر ريليتد يعني. ما أعرف إيه أنا أقولك إضافة لكونه كلتشر مو يعني مو يعني not totally culture لكن خلينا نقول يعني partial culture و partial هي factors affecting people living in a country like Iraq أو أي بلد آخر مو شرط العراق اللي هو اللي ما ممكن به الأمور تمشي بالشكل اللي إحنا نريده. يعني إحنا إحدى معاناتنا هي هاي أخطط للوقت ينقلب فبعد على شنو أخطط أقول على شنو أخطط ما أقدر يعني ما يوم مثلا صادف من الأسبوع كله يمكن يوم واحد أقدر أسوي time management بس البقية لا. فهاي هم ينفذ عنصر أعتبره مهم. يا شكرا جزيلا. يا أكيد أكيد أستاذ داود يريد يدخل على المايك فلازم تفتح له لأن ما مو الهوست you're the host. So unmute him please. أنا ما فاتح الدقيقة خلي شوف. أوكي he's أنا فتحت. تفضل. السلام عليكم. مشكور أستاذ سامي, مشكور أستاذ أنس, أستاذ هافال والدكتورة على المداخلة. فقط تعليق بسيط, المحاضرة جميلة جدا واستخدامك للوقت استخدام ممتاز جدا حقيقة فيها وفوكس. أنا على مدى تجربتي حقيقة السنوات الطويلة اللي عملت فيها مع أجانب كثر, ما يميزهم عنا هو احترامهم للوقت. هاي قضية أنا بالنسبة لي فاكت. أي شخص ناجح تجده في أسباب كثيرة للنجاح ولكن واحدة من الأسباب هو تنظيم الوقت بشكل جيد. النقطة الثانية, أنا أعتقد الباريتو 2080 أعتقد الأخ هافال طرحها هذه في البروجكت مانجمنت وأخذناها يعني أنا في دراساتي في البي أم بي, هي لها أعتقد في نقاط تماس مع الوقت فيما يتعلق أن المانجر سواء كان بروجكت مانجر أو غيره إذا يريد يطور العمل أو يريد يبحث في أسباب لأي مشكلة ما يروح يضيع وقته في البحث في أسباب كثيرة, يركز على أكو دائما وأبدا التوزيع اللي يسمونه probability distributions. تجد 80% من المخرجات أكو وراها 20% من الكوزز. فهي هاي أساسا ليش هي عملية الفوكس واختصار الوقت أنا في تقديري يعني, وهي طبعا نظرية معروفة من سنوات طويلة. فيما يتعلق في اللين أنا في يعني دراساتي وكتاباتي في هذا الموضوع وقناعاتي, نقطة التماس ما بين اللين والتايم هو اللين يعتبر التايم كويست. يعني بمعنى أي وقت أخذ أكثر من اللازم يعتبر ويست, مثل أي ويست صناعي ماتيريال أو غيره. اثنين, هو فكرة اللين مبنية على الاستخدام الأمثل للموارد وللوقت وبأقل ريسك. ليش؟ لأنه هو يقوم على تجزيء الأكتيفيتيز into very small units فيها فوكس وفيها كفاءة وفيها ويست أقل وتصب في النهاية في الكواليتي والكاستمر ساتسفاكشن. فهاي تعليقي ومشكورين والمحاضرة جدا جيدة وأنا شخصيا استفدت منها والله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا استاذ داوود, شهاده احتز بها الله يخليك ويسلمك. الله يطول عمرك. احنا الهدف الحقيقي كان من المحاضره, احنا ما جاي يعني احنا ممكن انه كل موضوع من هالمواضيع ننطي محاضره كامله, هي كانت awareness الهدف من الموضوع, مجرد تسليط الضوء على جانب معين. صحيح. اعتقد بس فولو اب على السؤال وصلنا الاسئله بعد استاذ انس. ما عندنا اسئله, عندنا هنا من سليمان حرب يقول مرحبا اول شيء عاشتكم على جهودكم, اكو جدول اسمه مربع الاولويات مهم. هذا حكينا عليه بالبدايه احنا اول ما بدينا المحاضره, يعني اطلع لك السلايد اللي هو مانج فوكس افويد ليميت, واكو موسكو اللي تنطي الاولويات, واكو هوايه ميثودز, بس انا ما اريد اطب بتفاصيل حتى لا تحول إلى محاضرة جامعية, الهدف منها الحديث عن نظريات خلينا نقول. صح. أعتقد أوكي. أنا عندي سؤال للحضور أتمنى الكل يجاوبني عليه. أنتوا سمعتوا المحاضرة طبعاً. النقطة اللي ما ذكرت شنو هي بالمحاضرة كلها؟
أكو نقطة يعني أنا كنت أتمنى واحد يوقفني يقول لي يا سامي أنت كان يجب أن تتحدث عن هذا الموضوع، ما حد وقفني ولا حكى وياي. وإلها علاقة بالكالتشر حتى سهل لكم الحزورة أمين. جيف أب؟ ماكو شيء على اليوتيوب. وعلى لحظة واحدة خلي أشوف الزوم هنا الشات وقف لحظة. التخطيط جبت لكم السلايد هم انا حتى بعد اكثر من هيك يعني لازم افتحها. التخطيط اوكي. التخطيط قريب استاذ منذر. اعتقد لا كمل. دكتورة planning tools of devising حتى لاخذ من وقتكم هواية راح احلها اني. النقطة قبل الأخيرة learn to say no. هذه نفتقدها هواية بثقافة مجتمعاتنا. learn to say no تأخرت بالوقت. كان المفروض أي واحد من عندكم يجي حاسبني يقول لي أنت ليش تأخرت بالوقت. we cannot say no. learn to say no لأنه أنا ما راح أسأل. يمكن إحنا لأنه مجتمعنا الشرقي شوية يتحسس من هاي الظروف الاجتماعية. بس أنا شخصيا كلش open للكريتيك الحقيقة. فلو واحد موقفني وقال لي no we don't accept your apology you have to do it tomorrow على سبيل المثال. ليش؟ لأنه أنا كان خطأ مني وأنا جاي أحكي محاضرة في حول الوقت وأنا ما احترمت وقت الحضور اللي موجودين وياي. رغم أن اعتذرت وقلت لكم أنا آسف لكن أنتم قبلتوا الاعتذار. هو مجرد كان excuse بالنسبة لي أنه كان المفروض أنه أنا عندي برمجة وعندي وقت وأنا جاي حتى المانجمنت ما أصل متأخر. ف keep in mind to say no, be able to say no. شكرا جزيلا لكم. وإذا ماكو سؤال أو ماكو إذا ماكو لبنى كتبت لنا تقول هي هاي ثقافة السومريين أستاذ علي العبودي. ثقافة السومريين نعم. أشكركم جدا. والحقيقة هي الهدف من المحاضرة هي كانت محاضرة قصيرة أرجع وأقول awareness. كانت يعني الحمد لله قدرنا نلتزم بالوقت 30 دقيقة. وفرحان جدا بالمداخلات اللي صارت من الأساتذة الأفاضل ومن دكتورة أستاذتنا الفاضلة الدكتورة لمياء. إن شاء الله إحنا راح نسوي مجموعة من هاي المحاضرات القصيرة اللي تعبي الفراغ قبل المحاضرة الثقيلة. لأنه هاي أكو أمور السوفت سكيلز محتاجيها الشباب هواية على ما جاي تعلمهم الجامعات العراقية. مو فقط جامعات العراقية حتى لنكون حتى نكون منصفين بالحديث يعني عموم الجامعات ما تعلم هذه السوفت سكيلز فيطلع الشاب يتخرج حتى بالخارج ترى ربما على نطاق أقل الآن بدأوا ينتبهوا لها ويعالجوها ويعلمون الشباب. لكن الهدف منها هي تسليط الضوء على بعض النقاط اللي هي soft skills اللي ما تحتاج أنت تأخذ من وقتك محاضرة تروح نهار كامل وازدحامات. مجرد الآن هذه كل نقطة من هاي النقاط اللي أنا ذكرتها الآن بالمحاضرة بالإمكان التوسع بيها. بإمكان أي شخص مهتم بالموضوع يروح يبدي يبحث. أي شخص عنده أي سؤال حول استخدام التولز الموجودة حول استخدامات إدارة الوقت يتواصل وياي سواء عن طريق الجروب أو privately يعني موجود أو عن طريق الواتساب أو whatever like يعني سكايب أيضا. وأنا حاضر إن شاء الله برد على جميع الأسئلة ونقدم المساعدة. لأنه أحيانا تكون الأدفايس يجب أن تكون customized يعني specific للشخصية للشخص اللي سائل ولظروفه. يعني أنا ما عايش ظروفه فأضطر إلى أنه أتفاهم وياه وأعرف شنو نسوي له كوتشينج ونسوي له كونسلتينج. شكرا جزيلا وتصبحون على خير وإن شاء الله أنا شكرا جزيلا أستاذ. يا شكرا أهلا حياك الله. تصبحون على خير جميعا. مع السلامة. وأنت من الخير. مع السلامة.